نهاية العقدة في 2014، وبقوة العقدة وبقوة القانون مددناها 5 سنوات. ثم جاء تصور جديد من طرف وزارة الداخلية باش تولي مجموعة ديال الجامعات هي اللي تتدبر النقل الحضري، وداس في المجلس السابق واحد المقرر اللي تيفوض المجموعة الجامعات واللي أكدنا حنا كمجلس حالي. وفي نفس الوقت قول لهم عافاك هنا في نفس الوقت تخلقات شركة التنمية المحلية اللي غادي تواكب هذا الورش الكبير ديال النقل الحضري. وحنا كمنتخبات ومنتخبين ما راضيينش على الوضعية الحالية ديال الحافلات ديال النقل. لا يعقل مدينة بحال مراكش اللي تتعرف واحد التطور كبير، باقي عندها اليوم حافلات اللي عندهم فوق من 25 سنة 25 سنة. مجموعة الجماعات اشتغلت بتنسيق مع وزارة الداخلية على كناش تحملات، كانت 22 مراسلة ما بين المجموعة الجماعات مكلفة بالنقل ووزارة الداخلية للمصادقة على كناش تحملات. من بعد ما تصادق محليين على الصفقة تتمشي للمصادقة لهذه اللجنة اللي عطات الصفقة، داخلة فيها السلطة المحلية، داخلة فيها وزارة الداخلية، داخلين فيها المجالس المنتخبة، لأن مجموعة الجامعات تتجاوز التراب فقط ديال مدينة مراكش بل تتضم واحد المجموعة ديال الجامعات. فاش مشات هذه الصفقة لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية استدعات وسيد وزير الداخلية مشكور استدعى رئيس المجموعة الجامعات اللي هو سي سمير قدار، واستدعاني أنا كذلك باش يناقش معنا واحد التصور الجديد. وكما تتعرفون في الميثاق الجماعي حنا عندنا جزء من الاختصاص، ولكن التصور ديال الدولة والتصور ديال وزارة الداخلية هو التصور اللي تيتفرض على المجالس الجماعية في إطار الوصاية اللي تتمارس وزارة الداخلية على المجلس الجماعي. هما أصحاب الاختصاص تيفوضوا لنا هذا الاختصاص، ولكن إذا كانت مصلحة البلاد باش نمشيو في تصور جديد ما يمكن لينا حنا، رغم أن ما راضينش على هذه الوضعية، ما يمكن ليناش نتجاوزوا قرار وزارة الداخلية. عدة اجتماعات اللي وعدنا به سيد وزير الداخلية باش هذا التصور والتفعيل تاع هذا التصور ما غاديش يتجاوز واحد السنة إن شاء الله باش يتفعلوا ويجيو حافلات جديدة لمدينة مراكش. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ماشي كاين شي سوء التدبير ولا كاين شي عدم رغبة ولا شي إرادة ديال استمرار هاد الشركة، أبدا ثم أبدا الأمور دازت بطريقة شفافة بحضور السلطات، ولكن اليوم مصلحة البلاد اللي تتشرف عليها أكيد المجلس تيشرف عليها، ولكن وزارة الداخلية كوزارة وصية عندها تصور جديد وغادي نخرطوا كجميع المدن في هذا التصور الجديد. شكرا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.